صباح الخير أو مساء النور حسب التوقيت اللي بتتفرج فيه على الفيديو ده، وده التوكسوبلازما الجزء الثاني. هنبتدي نعيد الاميونيتي لأن مهم أوي في التوكسوبلازما. فبنقول لو لقيت عند المريض البني آدم المريض لو لقيت عنده اي جي ام او اي جي اي او اي جي اي معناها recent infection، لان احنا عارفين ان الاي جي ام والاي جي اي والاي جي اي بتختفي بسرعة. لو لقيت عند المريض اي جي جي يبقى ده عنده يا اما old infection يا اما past exposure to infection، لان الاي جي جي ممكن تقعد لمدة سنين. يبقى اي جي ان recent infection، اي جي جي الحته دي مهمه قوي. لو ست حامل لاول مره تحمل وراحت للدكتور عشان تتابع الحمله، حللنا لها لان ما عندهاش انتي بوديز اجينست توكسوبلازما، ما عندهاش اجسام مضاده ضد التوكسوبلازما، اخاف عليها قوي لا تتعدي اثناء الحمل، لأنها لو تعدت أثناء الحمل لأول مرة هيبقى عندي مشكلة في البيبي بتاعها. الست الحامل اللي ما عندهاش أجسام مضادة ضد التوكسوبلازما، لم تتعرض قبل كده للإصابة بالتوكسوبلازما، وحامل، فأنا دي بخاف عليها جدا لا تتعدي أثناء الحمل ويحصل مشاكل كاملة. مهم أول حتة البيبي لقيت عنده اي جي ام نازل من ام انفكتد، ام مصابة، خدته حللته لقيت عنده اي جي ام، فده معناه ان هو اصيب بالتوكسوبلازما، لان الاي جي ام ما بتعديش من البلاسينتا. طب لو لقيت عنده اي جي جي، لا ده غالبا هذه الاي جي جي من امه، لان الاي جي جي بتعدي من البلاسينتا. الاي جي جي اللي من الام دي عمرها لا يتجاوز 6 شهور، وبالتالي ان جه البيبي حللت له اي جي جي بعد 7 شهور ولقيت عنده، يبقى ده اصيب بالتوكسوبلازما، لان الاي جي جي بتاعت الام تختفي من دم البيبي بعد حوالي 6 شهور من الولادة. الاعراض اسيمتوماتيك، 90% من الحالات مفيش أعراض. خد بالك نسبة الإصابة بالتوكسوبلازما بين الناس 30%، ولكن لأن 90% ما فيهمش أعراض ما بنحسش بيها، يبقى symptomatic in immunocompetent persons. طب العيان اللي ما إيه بقى بيبقى التوكسوبلازما واضحة وشديدة في مين؟ العيان اللي مناعته واطية immune compromised patient أو عنده AIDS، أو الست الحامل اللي أو التي لم تتعرض للإصابة بالتوكسوبلازما وأصيبت أثناء الحمل، يحصل مشاكل للبيبي. حالتين، العيان اللي مناعته واطية أو الأم الحامل لأول مرة وليس بها أجسام مضادة للتوكسوبلازما، لم تتعرض للإصابة بالتوكسوبلازما، فغالبا إذا أصيبت البيبي بيحصل له مشاكل. congenital toxoplasmosis بتحدث إمتى؟ لو الست الحامل لأن ما عندهاش antibodies against toxoplasma وأصيبت لأول مرة أثناء الحمل. أصيبت exposed to infection for first time during pregnancy، الست دي ما عندهاش antibodies وأصيبت لأول مرة بالتوكسوبلازما. الأعراض إذا كانت أصيبت في أول 6 شهور، يا إما البيبي ينزل ميت still birth أو يحصل abortion. أول 6 شهور إذا أصيبت الأم بتوكسوبلازما أو 6 شهور من الحمل أصيبت الأم بتوكسوبلازما أول مرة exposed to infection for first time during pregnancy، يا إما الواد ينزل ميت still birth أو تسقط abortion. أما إذا أصيبت آخر
ثلاث شهور يعني من الشهر السادس للتاسع 90% من الحالات بتبقى اسيمتوماتيك. 90% من الحالات اللي الأم تعرضت للإصابة بالتوكسوبلازما من الشهر التاسع من السادس للتاسع لأول مرة، فغالبا 90% من الحالات بتبقى اسيمتوماتيك، ولكن نسبة ضئيلة من 90% دول بيجي لهم كوليوريتينايتس أو مينتال ريتارديشن فيما بعد. فيما بعد عشان كده بنسميها latent infection. كوليوريتينايتس يعني inflammation في الأوعية الدموية المغذية للريتنا والريتنا أيضا. 90% asymptomatic إلا نسبة بسيطة ممكن تطلع عليها أعراض فيما بعد، أو البي بيطلع عليه ثلاث علامات: كوليوريتينايتس يعني الأوعية الدموية المغذية للشبكية والشبكية يبقى فيها التهاب، intracerebral calcification كيف في calcification في ال CCF circulation، يا إما دماغه كبيرة hydrocephalus أو صغيرة microcephalus. يعني إن جاب لي صورة بيبي دماغه كبيرة يبقى ده عنده توكسوبلازما، أو بيبي دماغه صغيرة يبقى ده عنده أيضا توكسوبلازما، يبقى hydrocephalus بيبي كبيرة أو مايكروكيبلس. ده 10% الباقيين. أو يحصل جونز، إن قلت لك نيونيتال جونز تعرف إن ده عنده توكسوبلازما، بيبي نزل مصاب من أم خدت عدوى أثناء الحمل بيه وعنده توكسوبلازما، يبقى 90% أسيمتوماتيك، 10% الثلاثية اللي هي كوريوريتينايتس هيدروكيفلس أو مايكروكيفلس وانتروسريبرال كالسيفيكيشن أو نيونيتال جونز. طيب التوكسوبلازموزيس إن إميونو كومبرومايزد هوست، العيان واطي المناعة هتيجي في مخه مشكلة، الشبكية مشكلة، وقد ينتشر في جميع جسمه. العيان اللي مناعته واطية وقلنا التوكسوبلازما is opportunistic وممكن يحصل encephalitis، والعيان يجيله صداع هيدك، altered mental status حالته مش مقاسة طبيعية وتشنجات، أو chorioretinitis inflammation في الكورايد والريتنا هي الأوعية الدموية المغذية للشبكية والشبكية، أو بيحصل انتشار في التوكسوبلازموزيس وممكن أي organ يصاب بيها بالذات بعد نقل عملية نقل الأعضاء. ده في العيان اللي مناعته واطية. يبقى إذن المريض يا إما تبقى حامل لأول مرة ويصاب بالتوكسوبلازما في أول حمل ليها، أو الشخص اللي مناعته واطية يبقى عنده إنكفالايتس كوريوريتينايتس أو أكيوت ديسيمينيكسوبلازما. الأوكولار توكسوبلازموزيس ودي التوكسوبلازما اللي في العين غالبا بتحدث من congenital infection، نادرا تبقى acquired يعني الشخص يصاب بيها وهو adult، لا غالبا congenital نتيجة cyst تفرقع في الريتنا، cyst بتاعت toxoplasm اللي كان فيها براديزويت تفرقع في الريتنا وتديني chorioretinitis وoptic nerve atrophy ظهور في عصب العين أو uveitis الجزء الوسط من العين يلتهب، والعيان يبقى عنده زغللة في العينين بالارد فيجن، فوتوفوبيا خوف من الإضاءة، فقدان نظر، وهذا المرض بيبقى شديد جدا لو عنده إيدز. ده في العين في التوكسوبلازما التي تصيب العينين. طب التوكسوبلازما إن جت في الإميونو كومبوننت هوست مريض مناعته جيدة غالبا أسيمتوماتيك، أو بتدي أعراض تشبه الإنفلونزا، فيبر، مايالجيا، هيديك، فاتيك، مايالجيا أنا وجع في عضلات، أو في لوكالايز لينفاديناباثي بالذات في الباك أوف ذا نيك، وبتخف أوتوماتيك. ده في العيان اللي مناعته كويسة. تمام.
differential diagnosis في congenital infection. لو لقينا أم نزلت بيبي فيه تشوهات خلقية فأنا بفرقه بمجموعة اسمها تورش تي توكسوبلازما، الأو أذر زي سيفلس، الأر روبيلا حصل، سيتوميجالوفيروس هيباتيتس، كل هذه الأمور الأمراض قد تؤدي إلى congenital infirmities. ليمفادينوباثي تضخم في الغدد الليمفاوية، يبقى التيبركلوزيس والاتش اي في، وطبعا تريبانسون اللي هي كانت وينتر بوتم ساين، توكسوبلازميك انكيفالايتس. سيبك منها ماشي. عايز اشخص هنا طبعا لان معظم الحالات المصابه ليست بها اعراض واضحه، وخصوصا الحوامل، الستات الحوامل اللي انا عايز اعرف دي عندها انفكشن ولا لا، فانا هعمل ديتكشن للانتي بوديز، هل عندها اجسام مضاده للتوكسوبلازما ولا لا. ان لقيت يبقى اصيبت قبل كده. طب تعالى تو ديتكت انتي بوديز، اول حاجه اي جي جي انتي بوديز، اول نوع من الانتي بوديز اللي هبتدي اكشف عليه. ان لقيت اي جي جي معناها اولد انفكشن، او قد تكون ريسنت لسه الاي جي جي طالع، ولكن اكتيف انفكشن حاليا يعني رايزنج تتر في الاي جي جي، يعني لقيت اي جي جي بيرتفع التتر بتاعه يبقى دي اكتيف انفكشن حاليا. اما الاي جي جي ثابت فما بقدرش اقول دي اولد ولا ريسنت انفكشن. تمام. اختبار اخر برضه للاي جي جي اسمه التامين في الديمان باي تيست، ده بجيب ليفينج تروفوسايت، تروفوسايت صاحي، وحط اللي هو انتيجين، حط عليه السيروم بتاع العيان وحط صبغه. لو البارازايت ما خدش صبغه تعنيها انها احيطت بانتي بودز، والانتي بودز كسرت الجدار بحيث الصبغه مش عايزه تبقى في البارازايت. يعني ان البارازايت في هذا الاختبار ما خدش ميثيلين بلو يبقى ده بوزيتيف بورتكس بلازما، لو اخد ميثيلين بلو يبقى نيجاتيف بورتكس بلازما. يبقى اي جي جي رايزنج تيتر معناها اكتيف انفكشن، او سابين فيلد مان باي تيست لو البارازايت نوت بيك ستيني. اي جي جي اكتيفيتي تيست انا فرق ما بين اكيوت او كرونيك. الاي جي جي بتزيد قابليتنا تلزق في الانتي بوديز اللي هي في الانتيجين توكسوبلازما كل ما تكبر. يعني انا لقيت الاي جي جي افيديتي الحيويه بتاعت الاي جي جي عاليه يبقى دي اي جي جي معلمه قديمه، يبقى ده عنده انفكشن كرونيك انفكشن. لو اي جي جي ضعيفه الافيديتي قابليه انها تقفش انتيجين ضعيفه يبقى ده اكيوت انفكشن. يبقى الاي جي جي رايزنج تيتر سابين في الديمان باي تيست اي جي جي. طيب الاي جي ان في الادل معناها اكتيف انفكشن، فيتال معناها كونجنتال انفكشن، لان الاي جي ان ما بتعديش البلاسنتاز. بعد كده دايركت ميجرز فور ديتكشن اوف ذا باراسايت امتى استعمله؟ لو ما فيش الجسم العيان ما عندوش انتي بوديز، مناعته ضعيفه لدرجه ان ما عندوش انتي بوديز، فانا ممكن اخد من السي اس اف من بلاد برونكو الفيلر لافاج، طبعا ده في العيان اللي عنده مشاكل كلينيكال، واصبغ بجيمزة الاقي التاكيزويت او السودوسيست. ده عيان عنده اعراض مش زي اللي احنا استخدمنا فيه انتي بوديز، ده عنده اعراض، فانا هاخد من السي اس اف من بلاد برونكو الفيلر لافاج او امنيوتيك فلويد واصبغ، اقوم الاقي التاكيزويت او سودوسيست، او ممكن احقن هذه الفلويد في بار اقوم الاقي التاكيزويت او الاقي انتي بوديز. ممكن اعمل ديتكشن للانتيجين بالذات في العيان اللي المناعه بتاعته واطيه، او اعمل بي سي ار. دول اربع حاجات دايركت، اخد من سي اس اف من بلاد من الامنيوتيك فلويد
وأعمل ستيننج ألاقي سوليسيست أو تاكيزويد. أحقن في أنيمال ألاقي يا إما تاكيزويد يا إما أشوف أنتي بودز. أعمل ديتكشن للأنتيجين أو بي سي آر. ممكن بعمل إيماجينج تكنيك إم أي آر أو سي تي عشان أشوف توكسوبلازميك إنكيفالايتس أو كوريو ريتينايتس. تلات أدوية بايريميتامين معاها سلفادياسين، بس لازم أدي فوليونيك أسيد لأن البايريميتامين بيعمل بون مارو ديبريشن. البايريميتامين لوحديه بيعمل بون مارو ديبريشن، فأنا هدي فوليونيك أسيد اسمه لوكوفارين علشان يضيع التوكسيستي بتاعت البايريميتامين. لو ست حامل هدي سيورامين لان اكيد البايريميتامين يبقى تيراتوجينيك. بريفنشن اغسل الخضار، احنا قلنا المين واي انفكشن ويز توكسوبلازما الخضار. اغسل ايديا بالذات لو قطعت لحمه، يبقى اغسل لبن مبستر، انا مش اشرب من مش مبستر واحط اللحمه بتاعتي في الثلاجه فتره طويله. اغسل ايديا، اغسل خضار، لبن في تلاجة، وبعدين اعمل سكرينينج للست الحوامل وبالذات لاول ما اكلش الكات حاجات ميتة او لحمة نية. استعمل البراي فود خلاص ده الاكل. القطة راح تعمل ليتر بوكس تشينج ديلي، المكان اللي هي حاطينه عشان تحط تعمل فيه القطه يتغير يوميا ونظف يوميا. والبريجننت فيميل والاميونو سبريست بيشنت ما يغيرش ابدا الليتر بوكس. بالميولوجي موست بريفلنت جينوتيك كوير ديزيز جينوتيك، وان القطه هي سبب المشكله. توجد في مصر بنسبه 30% ولا تظهر الاعراض في معظم الحالات لانها اوبورتونيستيك، هتظهر فقط في البني ادم اللي عيان مناعته واطيه. البيبي بيصاب لو الام اصيبت بالتوكسوبلازما لاول مره اثناء الحمل.